طيب الليلة هندخل في شبهة أو شبهات هي تعتبر أيضا من أقوى الشبهات عند الصوفية، وفي النهاية تبقى شبهات، لكن دي دائرة متابعة منكم شوية وانتباه. خلاص وهي تدخل أيضا في باب شبهات حول دعاء غير الله سبحانه وتعالى، تدخل أيضا في الباب الذي درسناه. الحديث الأول: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات، إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات فلينادي، إذا انفلتت، اكتب الحديث: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات فلينادي يا عباد الله أحبسوا علي. الطب ما بتكتب ليه؟ جيب كراسة، أدو ورق ولا بتاع وقلم. الحديث: إذا انفلتت، كلام ده مهم والله يا جماعة، قد تندموا لو ما كتبتوه والله. إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات فلينادي يا عباد الله أحبسوا علي، يا عباد الله أحبسوا علي، مرتين مكررة مرتين، أي مكررة مرتين، يا عباد الله أحبسوا علي، يا عباد الله أحبسوا علي. قال: فإن لله في الأرض، فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم، فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم. الحديث رواه الطبراني وأبو يعلى في مسنده، الطبراني وأبو يعلى في مسنده، وعنه ابن السني في عمل اليوم والليلة، ابن السني في عمل اليوم والليلة. خلاص كويس. قال: كلاهما من طريق معروف ابن حسان السمرقندي، كلاهما من طريق، الكلام ده مهم، لو في كلمة فاتتك انت بعدين حيفوتك الكلام كله، لأنه حنقيف على الرجال ديل اللي في الإسناد، حنقيف عليهم ندرسهم. قلنا كلاهما من طريق منى يا جماعة، من طريق منى يا محمد طاهر، معروف ابن حسان السمرقندي، عن سعيد ابن أبي عروبة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، قلنا عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مسعود مرفوعا، عن عبد الله بن بريدة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا. طيب ده الحديث الأول يا جماعة، شبهتهم شنو؟ قالوا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال، ديل هم بيقولوا كده الصوفية: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات فلينادي يا عباد الله أحبسوا علي. قال ما نادى الله، نادى عباد الله، يبقى كونك تدعو غير الله يجوز، يجوز وانت ما مشرك. ها لا، ما كذين حشوف الشبهة أول شيء بعد ذاك الرد. طيب طيب الحديث قلنا من طريق منى يا جماعة، معروف ابن حسان
السمرقندي. طيب هذا الحديث ضعيف لسببين، هذا الحديث ضعيف لسببين. فارس ما بتكتب ليه؟ ها؟ أنت البخاري تعبص طوالي كده؟ أنت الإمام البخاري؟ طيب الحديث ضعيف لسببين. السبب الأول، معروف ابن حسان السمرقندي هذا منكر الحديث، منكر الحديث، منكر الحديث. منو قال كده؟ قال الذهبي في ميزان الاعتدال. في الجزء، الجزء الرابع، الجزء الرابع الصفحة 354، ميزان الاعتدال للذهبي، الجزء الرابع الصفحة كم؟ 354. قال الذهبي معروف بن حسان أبو معاذ السمرقندي، قال ابن عدي عنه يعني منكر الحديث، قال ابن عدي منكر الحديث، قد روى عن عمر ابن ذر نسخة طويلة كلها غير محفوظة. طيب قال منكر الحديث، قد روى عن عمر ابن ذر، عمر ابن ذر، ذر ابن ذر، نسخة طويلة كلها غير محفوظة، كلها يا جماعة غير محفوظة. إذن هذا الرجل ماله يا جماعة؟ مجروح، جرح ابن عدي، قال عنه شنو؟ منكر الحديث. دي العلة الأولى وهي كافية لضعف هذا الحديث. نشوف العلة الثانية، السبب الثاني. السبب الثاني لضعف هذا الحديث، إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات إلى آخر، الانقطاع. هذا الحديث منقطع، هذا الحديث شنو يا جماعة؟ في إسناده انقطاع. ذكر هذا الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر العسقلاني، فيما نقله عنه ابن علان، ابن علان نقل عن الحافظ ابن حجر في كتابه شرح الأذكار، في كتاب شنو يا جماعة؟ شرح الأذكار، الجزء 5 الصفحة 150، الجزء 5 الصفحة كم؟ 150. أيوة، الانقطاع، وبه أعله الحافظ ابن حجر ونقله عنه ابن علان في شرح الأذكار، الجزء 5 الصفحة 150. طيب قال ابن حجر، ابن حجر كلامه شنو؟ قال حديث غريب، أخرجه ابن السني والطبراني، وفي السند انقطاع. ده كلام ابن حجر، وفي السند شنو قال؟ انقطاع بين ابن بريدة وابن مسعود، بين ابن بريدة وابن مسعود في شنو يا جماعة؟ ها؟ في انقطاع. إذن الحديث ماله؟ ضعيف، منقطع، وهو من رواية معروف بن حسان السمرقندي، وهو منكر الحديث. ها؟ منقطع يعني سقط من إسناده بعض الرجال، بعض الرواة، بين قال ابن بريدة وبين ابن مسعود. فرق بين المنقطع والمقطوع، فرق كبير جدا في المصطلح. المنقطع ده سقط من إسناده بعض الرجال، لكن المقطوع هو كلام التابعي، ما أضيف للتابعي. أما الموقوف ما أضيف للصحابي، أما المرفوع ما أضيف للرسول.
طيب اذا في فرق بين المقطوع والمنقطع. طيب بس ما اذكر انه سقط من اسناده كم يقال عنه منقطع، اثنين او ثلاثة، والزيادة عليه بيقال عنه معضل. طيب غريب يعني متفرد به، خلاص وفي سندي غرابة، فيه تفرد في الرواية. طيب أيوة، قال حديث غريب أخرج ابن السني والطبراني وفي سند انقطاع بين ابن بريدة وابن مسعود، في انقطاع بين ابن بريدة وابن مسعود. طيب شبهة، شبهة حول هذا الحديث، حول هذا الحديث. قال الحافظ السخاوي في كتابه الابتهاج، قال الحافظ السخاوي في كتاب الابتهاج بأذكار المسافر والحاج، الابتهاج بأذكار المسافر والحاج الصفحة 39، صفحة رقم كم؟ 39. بعد ما نقل هذا الحديث الحافظ السخاوي قال وسنده ضعيف، لكن قال النووي إنه جربه هو وبعض أكابر شيوخه. قال السند ماله ضعيف فعلا، ولكن قال النووي، يعني ده كلام النووي نقل عنه الحافظ السخاوي، إنه جربه هو وبعض أكابر شيوخه، يعني مجرب. معانا يا فارس؟ ما قاعد تكتب؟ طيب أها، رأيكم بيشوف هذه شنو؟ الرد عليه شنو؟ يا نبيل أيوة، الدين لا يثبت بشنو يا جماعة؟ لا يثبت بالتجارب، لا يثبت بالتجارب. ولذلك قال الشوكاني، شو أهل العلم بيردوا كيف؟ في كتابه تحفة الذاكرين، عندي الكتاب ده في البيت، في الصفحة رقم 140، صفحة رقم كم؟ 140. قال الشوكاني وأقول السنة لا تثبت بمجرد التجربة، ده نفس كلامكم، قال السنة لا تثبت بمجرد التجربة. طيب قال السنة لا تثبت بمجرد التجربة ولا يخرج الفاعل، تكتب لحدينا بس، السنة لا تثبت بمجرد التجربة، أنا بعد بقرأ الكلام الباقي سريع. قال ولا يخرج الفاعل للشيء معتقدا أنه سنة عن كونه مبتدعا، ولا يخرج الفاعل للشيء معتقدا أنه سنة عن كونه مبتدعا، ممكن يكون مبتدع. طيب طيب حتى إذا اعتقد أنه شنو سنة. قال وقبول الدعاء لا يدل على أن سبب القبول ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني واحد عليه دعاء وقال الله استجاب له، كونه الله استجاب لك وقبل منك الدعاء ده ما دليل على انه الدعاء ده ثبت فيه سنه صحيحه. طيب بدليل يا جماعه المشركين كان بيدعوا الله صح؟ فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، الله استجاب لهم ونجاهم من البحر من الفلك ومن الغرق، ربنا قال فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون، ده ما معناته انه الدعاء ادعوا به وده سنه ثابته، مضطرين الله استجاب لهم. طيب قال فقد يجيب الله الدعاء من غير توسل بسنه وهو ارحم الراحمين، وقد تكون الاستجابه استدراجا برضو احيانا، يبقى ما اي ظرف استجاب له في دعاء معناته دعاء وده سنه شنو؟ الكلمات اللي قالها دي سنه ثابته في حديث صحيح. طيب لأنه قال لك ربنا قد يجيب الدعاء من غير توسل بسنة
وهو أرحم الراحمين. وقد تكون أحيانا الاستجابة شنو؟ استدراك. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وما أحسن ما روى الهروي في ذم الكلام. شوف الهروي ده ضاع في الصحراء، قام قالوا له الحديث ده، قال جيبوا الكتاب نشوف الإسناد بتاعه صح ولا غلط، هو ضايع وفي الصحراء، جابوا الكتاب شافوا لقى إسناده ما تمام خلاه في الصحراء. وما أحسن ما روى الهروي في ذم الكلام، أن عبد الله بن المبارك، ده عبد الله بن المبارك هو مش اللي، لكن نقلوا عنه الهروي، ضل في بعض أسفاره في طريق، كان في طريق ماشي وضاع، وكان قد بلغه أن من اضطر في مفازة محل خلا فنادى عباد الله أعينوني أعين، قال عبد الله بن المبارك فجعلت أطلب الجزء الكتاب أنظر إسناده، قال الهروي فلم يستجز أن يدعو بدعاء لا يرى إسناده. هذا الشغل ده كيف؟ أي نعم، وده يستدل به على جماعة المجرمين دول. طيب، وده كله رد على مسألة شنو يا جماعة؟ على مسألة الكلام القبيل اللي قاله النووي مجرب وقد جرب، مش كده؟ قد جربه هو وأكابر شيوخه. طيب، ده الحديث الأول انتهينا منه، وهو حديث إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات فلينادي يا عباد الله احبسوا علي، يا عباد الله احبسوا علي، فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم. ودي من الشبهات اللي بتمسكوا بها الصوفية تمسك قوي جدا جدا. وقال اللي زيرك ده في التلفزيون سمعتها منه، وبيقولوها في أي مكان، وحامد بكر في مناظراته يقولها، هم بيقولها بيستمسكوا بها. طيب الحديث ده قلنا ضعيف لعلتين، مين يذكرهم من راسه؟ ويكون عنده جائزة في الدرس إما القادم أو بعده. أيوة يا شيخ اسمه. ها؟ العلة الثانية الانقطاع. أيوة. بين منو؟ بين بريدة. بين بريدة. بريدة. برضو غلط. بين ابن بريدة وابن مسعود، ابن بريدة وابن مسعود، عشان كده تحفظها كويس. أها، وده الكلام ده اللي قاله منو؟ منو قال في انقطاع؟ يعني لو قال لك الصوفي قال لك منو قال لك في انقطاع؟ تقول لا أنا؟ لا، منو قال؟ الحافظ ابن حجر فيما نقله عنه، يا ناس فيما نقله عنه، أيوه يا فارس أقول فيما نقله عنه منه ابن علان في شرح الأذكار الجزء 5 الصفحة 150. طيب في شرح الأذكار، شرح الأذكار. طيب العلة الأولى شنو؟ طيب أيوة فارس، أيوة. قال عنه ابن عدي منكر الحديث. نعم، قال عنه ابن عدي شنو يا جماعة؟ منكر الحديث. طيب الحديث ده قال جربه مجرب كما قال النووي، الرد شنو؟ الرد شنو؟ أيوة، السنة لا تثبت بالتجربة كما قال شوكاني في كتابه تحفة الذاكرين الصفحة 140. كده الموضوع انتهى. طيب الحديث الثاني الذي يجوزون به الشرك ودعاء غير الله تعالى، حديث إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم غوثا، إذا أضل أحدكم شيئا
أو أراد أحدكم غوثا وهو بأرض ليس بها أنيس، وهو بأرض ليس بها أنيس. كتبتوا يا جماعة من الأول، إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم غوثا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أغيثوني مرتين، مكررة مرتين. قال فإن لله عباد لا نراهم، فإن لله عبادا لا نراهم. رواه الطبراني في الكبير. قال حدثنا الحسين ابن إسحاق، اكتب السند لأنه حنقيف مع رجال هذا السند. قال حدثنا الحسين ابن إسحاق، مش كده؟ حدثنا أحمد ابن يحيى الصوفي يحيى، حدثنا أحمد ابن يحيى الصوفي، أحمد ابن يحيى الصوفي. حدثنا عبد الرحمن ابن شريك، حدثنا عبد الرحمن ابن شريك. قال حدثني أبي، قال حدثني أبي عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن عيسى. أنا كل اسم بكرر لك مرتين. عن ابن علي، عن ابن علي، علي يعني ابن علي. عن عتبة ابن غزوان، عن عتبة ابن غزوان عن نبي الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. طيب كتبت ولا أعيده ثاني؟ أعيده، أعيده لك سريع. حديث إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم غوثا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أغيثوني فإن لله عبادا لا نراهم. رواه الطبراني في الكبير. حدثنا الحسين بن إسحاق، حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي، حدثنا عبد الرحمن بن شريك. قال حدثني أبي عن عبد الله بن عيسى عن ابن علي عن عتبة ابن غزوان عن نبي الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. هذا الحديث ضعيف. أيوة يا عادل، دي من أدلتهم. طيب هذا الحديث ضعيف لعدة علل، لعدة أسباب. طيب والعلة طبعا في المصطلح، في المصطلح للأثر هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر سلامته منها. طيب طيب العلة الأولى والثانية مع بعض، في الإسناد عبد الرحمن ابن شريك، عبد الرحمن ابن شريك وهو ابن عبد الله القاضي، هو ابن عبد الله القاضي، عبد الرحمن بن شريك وهو ابن عبد الله القاضي، لأنه عبد الرحمن بن شريك قال حدثني ابنه أبي، مش كده؟ طيب هو وأبوه كلاهما ضعيف، هو وأبوه كلاهما ضعيف، هو وأبوه الاثنين
ودي علتين في الحديث. طيب من الذي قال ذلك؟ الحافظ في تقريب التهذيب، الحافظ ابن حجر في كتاب تقريب التهذيب. طيب الصفحة 284 في كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. برقم 3893، ده رقم الرجل عبد الرحمن بن شريك، 3893، هو أنا مجلدي ده واحد كله، 3893. طيب أكتب الرقم بتاع الرجل 3893، لأنه ده حتى إذا اختلفت الطبعات الرقم ده بيكون شنو؟ ثابت، ده ما رقم الصفحة. طيب قال الحافظ عبد الرحمن ابن شريك بفتح الشين، يعني ابن شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي، صدوق يخطئ، قال عنه صدوق يخطئ. هو التضعيف دي كلها يا جماعه ما ضعفتها انا، دي ذكرها علمانا الشيخ الالباني وغيره، لكن لو انت قلت لهم الالباني قال هو ما يرضى. انا عشان كده بجيب لك الاشياء اللي اعتمد عليها منه الالباني من كلام العلماء والسلف من مصادر الاصليه. ده كتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، صدوق يخطئ. وقال في ابيه صدوق صدوق يخطئ كثيرا، صدوق يخطئ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. طيب شيخ ايش قال ها؟ هو ابن عبد الله القاضي. نعم. هو شريك ابن عبد الله القاضي عبد الرحمن بن شريك. الحافظ هنا ذكر اسمه بالكامل، دقيقة. هو عبد الرحمن بن شريك ابن عبد الله القاضي، القاضي ده لأنه أصلا دي الوظيفة بتاعته، ده ما اسم، كلمة القاضي خلاص. هو عبد الرحمن بن شريك ابن عبد الله القاضي، ده منو يا جماعة؟ أبوه كان شنو يا جماعة؟ قاضي. عشان كده الحافظ ابن حجر تحت لما يتكلم عن أبوه قال تغير حفظه منذ ولي القضاء بشنو؟ بالكوفة. دي مهنة، ده ما اسم، يعني ما اسم جدهم القاضي. طيب فهو عبد الرحمن بن شريك ابن عبد الله القاضي، كده اسمه رباعي، اسمه ثلاثي، عبد الرحمن بن شريك بن عبد الله، ده كده الاسم شنو يا جماعه؟ ثلاثي لحد عبد الله. اما القاضي ده شنو؟ ده اللقب بتاع منو؟ بتاع ابوه، المهنه بتاعت ابوه ولي القضاء، اي عمل قاضيا في محل القضاء في الكوفه. طيب العله الثالثه، قلنا العله الاولى يا جماعه والثانيه الجرح في عبد الرحمن بن شريك وفي منو؟ وفي أبوه. الحافظ ابن حجر قال عبد الرحمن بن شريك صدوق يخطئ، وقال في أبوه صدوق يخطئ شنو؟ كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. دي العلتين. العلة الثالثة الانقطاع بين عتبة وابن علي، الانقطاع بين عتبة اللي هو عتبة بن غزوان وابن منو يا جماعة؟ وابن علي، لأنه قال في السند قال شنو؟ قال عن ابن علي عن عتبة ابن غزوان عن نبي الله صلى الله عليه وسلم.
في انقطاع بين ابن علي وبين منو؟ عتبة ابن غزوان. شيخ الألباني قال وابن علي هو زيد ابن علي، قال ده الصحيح كده، هو زيد ابن علي، وهو زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، هو زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. قال ولد سنة 80، تكلم الشيخ الألباني في سلسلة ضعيفة المجلد الثاني، قال ولد سنة 80 ومات عتبة سنة 20. ولد زيد بن علي سنة كم؟ 80. ولد سنة 80 ده زيد بن علي، ومات عتبة سنة كم؟ سنة 20. فكيف يروي عن بيناتهم شنو؟ سنين طويلة جدا بين وفاة هذا وميلاد هذا. طيب، فهنا في انقطاع، وده سبب أيضا يقدح في شنو يا جماعة؟ في صحة هذا الحديث، فالحديث غير صحيح. ده الحديث الثاني اللي هو من بلفظ إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم غوثا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أغيثوني، فإن لله عبادا لا نراهم. طيب، الشيخ الألباني قال لو الحديثين ديل ذاتهم صحيحات، مثلا لو فرضنا ما فيهم دليل على جواز الاستغاثة بغير الله بالأموات أو بالغائبين، ليس فيه جواز الاستغاثة بالأموات أو بشنو يا جماعة؟ الغائبين. ليه؟ لأنه قال في 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 اللفظ الثاني قال فإن لله عبادا لا نراهم، وفي اللفظ الأول قال شنو؟ فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليكم، وديل ملائكة بنص حديث أو أثر ثالث، وده صححه الألباني يا جماعة، وده هم الآن بيمسكوا فيه شبهة، وهو أخرجه البزار عن ابن عباس، إن لله تعالى ملائكة في الأرض، ده صرح بأنه ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، يعني منتشرين في الأرض مهمتهم شنو يا جماعة؟ يكتب ما يسقط من ورق الشجر على الأرض. فإذا أصابت أحدكم عرجة، فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلات، أصابوا شيء أو مكروه بأرض فلات، فلينادي يا عباد الله أغيثوني. إذن عباد الله المقصود شنو؟ هؤلاء الملائكة. وهذا من باب الاستعانة بالمخلوق الحاضر فيما يقدر عليه المخلوق، وهذا النوع من الاستعانة مالو يا جماعة؟ جائز، بنص قوله تعالى عن ذي القرنين فأعينوني بقوة، طلب منهم الإعانة واستعان بهم، طلب منهم العون واستعان بهم، ولكن كانت هذه الاستعانة من باب شنو؟ من نوع الاستعانة الجائزة، وهي ما يقدر عليه المخلوق الحاضر، ما يكون غائب ولا يكون شنو يا جماعة؟ ميت. فهؤلاء الملائكة حاضرون ومنتشرون في الأرض لأنهم يكتبون ما يسقط من ورق الشجر. لكن هذه الرواية عن ابن عباس دي ذاتها جاءت مرفوعة يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت موقوفة يعني من كلامه ابن عباس. الرواية جاءت مرفوعة على الرسول صلى الله عليه وسلم دي ضعيفة بنفس اللفظ ده عن ابن عباس دي ضعيفة، خلاص. والرواية جاءت موقوفة على ابن عباس دي شنو يا جماعة؟ حسنة، ورجحها الشيخ الألباني لأسباب حديثية حنذكرها الآن على الرواية المرفوعة. طيب، قال الشيخ الألباني شنو؟ قال ده ملخص كلامه، يعني هناك رواية مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام بنفس اللفظ ده، إن لله تعالى ملائكة في الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق
الشجر فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلات فلينادي يا عباد الله أعينوني. هناك رواية مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام وقد حسن الحافظ ابن حجر خلاص، ودي فيها إشكال لكن هي شنو يا جماعة؟ ضعيفة. قال الشيخ الألباني لكن الأرجح الرواية الموقوفة على ابن عباس. ليه؟ لأن المرفوع من رواية حاتم ابن إسماعيل. المرفوعة دي من رواية من يا جماعة؟ حاتم ابن إسماعيل، والموقوفة من رواية جعفر ابن عون. المرفوعة من رواية حاتم، أكتب الكلام ده، ابن إسماعيل، والموقوفة من رواية جعفر ابن منو يا جماعة؟ جعفر ابن عون. المرفوعة من رواية حاتم ابن إسماعيل، مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جعفر حاتم ابن إسماعيل، دي المرفوعة حاتم ابن إسماعيل، والموقوفة من رواية جعفر ابن عون. جعفر ابن عون عين واو نون، دي الموقوفة. وجعفر ابن عون اللي هو راويات رواية، ياتو رواية هاي يا جماعة الموقوفة على ابن عباس. وجعفر ابن عون أوثق من حاتم بن إسماعيل، أوثق من حاتم ابن إسماعيل. خلاص كتبنا، قلنا جعفر ابن عون أوثق من منو؟ حاتم بن إسماعيل. فإنهما الاثنين مع بعض، وإن كانا من رجال الشيخين فجعفر ابن عون لم يجرح بشيء، ما جرحوا بحاجة. نشوف الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب قال عنه شنو. طيب الصفحة رقم 80 ورقم الرجل 948 948. قال الحافظ ابن حجر جعفر ابن عون ابن جعفر ابن عمرو ابن حريث المخزومي، جعفر ابن عون صدوق، قال عنه شنو يا جماعة؟ صدوق، وسكت ما جرحه بشيء زي ما قال الشيخ الألباني خلاص، قال عنه شنو يا جماعة؟ صدوق. أما حاتم ابن إسماعيل قال عنه الحافظ في الصفحة 84 من تقريب التهذيب رقم 904، رقم كم؟ 994. قال ابن حجر حاتم ابن إسماعيل المدني صدوق يهم، صدوق شنو يا جماعة؟ يهم. إذن جرحه مش كده؟ قال صدوق لكن شنو؟ يهم، فجرح. فالشيخ الألباني قال فجعفر ابن عون لم يجرح بشيء، قال الحافظ عنه صدوق. وقال في حاتم ابن إسماعيل صدوق شنو يا جماعة؟ يهم. وقال عنه الذهبي أيضا في ميزان الاعتدال عن حاتم ابن إسماعيل الجزء الأول من ميزان الاعتدال الصفحة رقم 393، حاتم بن إسماعيل المدني برقم 1519 1519. حاتم بن إسماعيل قال النسائي ليس بالقوي، ليس بشنو يا جماعة؟ ليس بالقوي، يعني أيضا برضو جرح منه الإمام النسائي. حاتم بن إسماعيل المجروح ده دروا الرواية يا جماعة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام خلاص، أما راوي الرواية الموقوفة على ابن عباس ده لم يجرح بشيء، وهو جعفر بن عون، قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب صدوق. عشان كده الشيخ الألباني قال والحديث عندي معلول بالمخالفة، والأرجح أنه شنو؟ موقوف، يعني الرواية الموقوفة على ابن عباس دي شنو يا جماعة؟ دي الأرجح.
والصوفية ذاتهم بيمسكوا الرواية الموقوفة على ابن عباس، يقول لك الشيخ الألباني ذاته جوز إنه تدعو غير الله، وقوم يجيب لك شنو وحسن الرواية دي أو صحح الرواية دي وقوم يجيبوها لك. طيب الرواية ما كتبتوها؟ طيب النص واحد، إن عن ابن عباس أخرج البزار عن ابن عباس، أكتب أكتب أخرج البزار عن ابن عباس: إن لله تعالى ملائكة في الأرض، إن لله تعالى ملائكة في الأرض، إن لله تعالى ملائكة في الأرض سوى الحفظة، يعني غير الحفظة، لأن الحفظة برضو في شنو يا جماعة؟ في الأرض. يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، خلاص؟ طيب، فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلات، فإذا أصابت أحدكم، ليه قلنا أحدكم؟ لأنه ده مفعول به مش كده؟ مقدم. أحدكم عرجة بأرض فلات فلينادي: يا عباد الله أغيثوني. يا عباد الله أعينوني، عفوا، يا عباد الله، نعم، أعينوني وليس أغيثوني، أعينوني. طيب أول حاجة الرواية دي تدل على شنو يا جماعة؟ على إنه ده من باب الاستعانة بالمخلوق الحاضر فيما يستطيع المخلوق. يا جماعة انتبهوا، فيما يستطيع شنو يا جماعة؟ المخلوق. جاي لسه الكلام جاي، ما تستنى. الله، وده كان فهم بعض السلف زي الإمام أحمد بن حنبل لما قد ذكر عنه ابنه عبد الله بن أحمد في المسائل برقم 217، قال عبد الله: سمعت أبي يقول: حججت 5 حجج منها 2 راكبا و3 ماشيا، أو 2 ماشيا و3 راكبا، فضللت الطريق في حجة. الإمام أحمد يقول كده: فضللت الطريق في حجة وكنت ماشيا فجعلت أقول: يا عباد الله دلونا على الطريق، فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق، أو كما قال أبي. رواه البيهقي في الشعب وابن عساكر من طريق عبد الله بسند صحيح، الإسناد عنه شنو يا جماعة؟ صحيح. فكأنه كان فهم الإمام أحمد كده، وكان يصحح شنو يا جماعة؟ هذه الرواية التي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طيب، والإمام أحمد كان كأنه الألباني قال كان بيحسن الرواية كمان المرفوعة، لكن الصحيح أن الرواية المرفوعة ما لا يا جماعة؟ ضعيفة غير صحيحة. وإذا صحت الرواية ذاتها المعنى بتاعي يبقى شنو يا جماعة؟ إذا صحت يكون المعنى يحمل على شنو؟ على ظهر الأثر ذاته، إنه ابن عباس قال شنو؟ قال قال إنه في ملائكة سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر، يعني موجودين حاضرين، يعني ما نده غايب ولا نده شنو يا جماعة؟ ميت. ده معنى. الشيخ الألباني قال: ويحتمل أن يكون ابن عباس تلقاها من مسلمة أهل الكتاب. قال عشان كده ما ممكن نقول كلام ابن عباس ده إن لله ملائكة في الأرض سوى الحفظة، والكلام ده غيب على ابن عباس، فكيف يقوله بالرأي؟ عشان ما يقال إنه ده عنده حكم المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقال بالرأي من ابن عباس رضي الله عنهما أو غيره،
قال وليس هو من الأحاديث التي يمكن القطع بأنها في حكم المرفوع. ليه؟ لاحتمال أن يكون ابن عباس تلقاها من مسلمة أهل الكتاب، عشان كده ما بنقول في حكم شنو؟ المرفوع. خلاص؟ طيب، والرواية أنا ما شايف فيها يعني شبهة أصلاً، ويحتمل أنه من باب شنو يا جماعة؟ الاستعانة بالمخلوق الحاضر فيما يستطيع، لأنه الرواية قالت أنه في ملائكة موجودين موزعين في الأرض ويكتبون ما يسقط من ورق الشجر، وده ما فيه منافاة لقوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه، ولا منافاة لقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وإنما من باب الاستعانة الجائزة من باب قوله تعالى فاعينوني بقوة وغيرها من الأدلة والآيات والأحاديث. أما الأحاديث السبقت كلها يا جماعة ضعيفة المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك احتمال أن يكون تلقاها من مسلمة أهل الكتاب يعني من شنو؟ من الإسرائيليات، والإسرائيليات العلماء قالوا لا تكذب ولا تصدق إلا ما وافق الكتاب والسنة فإنه يصدق، وما خالف الكتاب والسنة فإنه يكذب. ها؟ شنو؟ ذكروا ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية عندما ذكر قصة آدم عليه السلام لعله. طيب، طيب مراجعة من البداية، قلنا أول حاجة حديث إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات فلينادي يا عباد الله أحبسوا علي، يا عباد الله أحبسوا علي، فإن لله في الأرض حاضرا سيحبس عليكم. قلنا هذا الحديث ماله؟ رواه الطبراني وأبو يعلى وابن السني. الحديث ماله؟ ضعيف لعلتين. العلة الأولى هو من رواية معروف ابن حسان السمرقندي، وذكرنا جرح العلماء له، مش كده؟ طيب، كما ذكر ذلك الذهبي في ميزان الاعتدال الجزء 4 الصفحة 354. العلة الثانية الانقطاع، ومن قال الرواية دي منقطعة؟ الحافظ ابن حجر فيما نقل عنه ابن علان في شرح الأذكار الجزء 5 الصفحة 150. ماذا قال ابن حجر؟ حديث غريب أخرجه ابن السني والطبراني، وبالسند انقطاع بين من؟ ابن بريدة وابن مسعود. طيب، شبهة قال الحافظ السخاوي في الابتهاج بأذكار المسافر والحاج صفحة 39، قال وسنده ضعيف، لكن قال النووي إنه جربه هو وبعض أكابر شيوخه، يعني قال مجرب، الإمام النووي قال مجرب. طيب، الرد على الشبهة دي شنو؟ أيوة، السنة لا تثبت بشنو؟ بالتجربة. الشوكاني ذكر وين الكلام ده؟ تحفة الذاكرين الصفحة 140. طيب، وذكرنا أثر نقل رواه الهروي في ذم الكلام أن عبد الله بن المبارك رحمه الله ضل في بعض أسفاره في طريق، وكان قد بلغه أن من اضطر في مفازة فنادى عباد الله أعينوني أعينا، مش كده؟ كان بلغه هذا الخبر وهذا الأثر. قال فجعلت أطلب الجزء، القائل منه عبد الله بن المبارك، أطلب الجزء يعني جاب الكتاب، أنظر إسناده، شوف مع إنه رايح ممكن يموت، وجابوا له الأثر ده، قال له جيبوا الكتاب نشوف نتأكد أول حاجة من صحة الإسناد. قال الهروي فلم يستجز أن يدعو بدعاء لا يرى إسناده، فلم يستجز لأنه حب يتأكد أول حاجة، فلم يستجز أن يدعو بدعاء لا يرى إسناده. شوف السلف كانوا كيف. طيب، الحديث الثاني إذا أضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم غوثا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله أغيثوني فإن لله عبادا لا نراهم. رواه الطبراني في الكبير. هنا الحديث زماله في عدة علل، العلة الأولى والثانية أيوة
العلة الأولى عبد الرحمن ابن شريك وأبوه اللي هو منه شريك ابن عبد الله وكان قاضيا مش كده في الكوفة. كلاهما شنو؟ الأب والولد كلاهما ضعيف. طيب الحافظ قال شنو؟ قال عبد الرحمن بن شريك صدوق يخطي، وقال عن أبيه صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. العلة الثالثة أيوة القطاع بين منو؟ بين ابن علي، ابن علي ده منو؟ وزيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، في انقطاع بين عتبة وبين منو؟ بين زيد ابن علي ده اللي هو ابن علي. ليه؟ لأنه أيوة من أولنا أي خطاب ولد سنة 80 هجرية، ده منو ده؟ ده زيد ابن علي مش كده؟ وعتبة مات سنة كم؟ سنة 20. طيب فبيناتهم 60 سنة ما تقابلوا. طيب بعد ذلك ذكرنا أثر أخرج البزار عن ابن عباس فيه رواية مرفوعة وهي ضعيفة ورواية موقوفة حسنة ورجحها الشيخ الألباني على الرواية المرفوعة وضعف المرفوعة، رغم أنه الحافظ ابن حجر حسن شنو؟ المرفوعة. ليه ضعيفة؟ ليه دي أرجح من دي؟ الموقوفة أرجح ليه؟ واحد ده منه؟ المرفوعة من رواية جعفر، الموقوفة من رواية جعفر ابن عون، والمرفوعة من رواية حاتم ابن إسماعيل، وذكرنا كلام العلماء عنهم. طيب في مسألة المرة اللي فاتت أنا نسيت يعني نقصت، كان ذكرنا جزء في جزء نسيناه اللي هو تصحيح محمد علوي المالكي الحسني في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح، كان ذكر الحديث بتاع توسل آدم لما اقترف آدم الخطيئة، توسل آدم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ردينا على كل الشبهات الجاوة في حتة أنتم ما ذكرتوني ليها، أنا كنت شايل الكتاب نسيت ورجعت بيه، اللي هو في النهاية محمد علوي المالكي ده قال ونقله ابن كثير ذكروا وقال صححوا فلان مش كده، وقال نقلوا فلان ورواه فلان وهو لا يروي الموضوعات، ذكروا الكلام ده البيهقي في شعب الإيمان في دلالة النبوة عفوا، وجبنا دلالة النبوة ذاته الأصل ولقينا إنه البيهقي ماله قال شنو؟ ضعيف بتفرد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده وهو ضعيف، صح ولا ما صح؟ ده كله ردينا عليه، لكن بس في كلمة واحدة ما ردينا عليها، قال ونقله ابن كثير، أنا قريت لكم ونسينا نرد عليه وأنتم ما ذكرتوني، قال ونقله ابن كثير في البداية والنهاية الجزء الأول، الجزء الأول. طيب بس وسكت على كده في الصفحة كده، قال ما بين إنه ابن كثير برضه نقل شنو يا جماعة؟ نقل تضعيف العلماء لعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه في الصفحة في الجزء الأول الصفحة 91 من كتاب البداية والنهاية، صفحة 91 حسب الطبعة اللي عندي طبعة دار إحياء التراث العربي الجزء الأول. ابن كثير فعلا نقله، لكن برضه من أمانة ابن كثير نقل شنو يا جماعة؟ تضعيف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال وروى الحاكم أيضا والبيهقي بن عساكر من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جدي عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب أسألك بحق محمد أن غفرت لي، فقال الله كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت فيه من روحك، إلى آخر الحديث. قال ابن كثير قال البيهقي تفرد عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم من هذا الوجه وهو ضعيف والله أعلم، قال وهو شنو يا جماعة؟ ضعيف والله أعلم. فالصوفي محمد علوي المالك الحسن المجرم ده ده لما نقلوا بتر الحاجات دي كلها شالها برا، وانت تقرا كتابه كده شوف ابن كثير جابه والبيهقي جابه وفلان جابه
ولما قال البيهقي روافد على النبوة ما قال ضعفه، قال وهو لا يروي شنو الموضوعات. شوف هذا مجرم كيف. وهناك البيهقي في نفس الصفحة اللي أشار لها البيهقي برضه نقل شنو يا جماعة التضعيف تاع الحديث. قال البيهقي تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا الوجه وهو ضعيف والله أعلم. نقل نفس شنو التضعيف بتاع البيهقي نقل ابن كثير. تفرد به عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم من هذا الوجه وهو ضعيف الله أعلم. طيب في سؤال يا جماعة فضل. نعم. أنا ما أعرف الإسناد بتاع القصص دي كيف، لكن التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام وآثاره زي ما قالوا العلماء جائز وسنة، والدليل على سنيته يعني إنه من السنة إقرار النبي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، تبركوا بيه بعرقوا بكذا شافهم وأقرروا وما أنكر ذلك وما نزل الوحي، فدل على أن هذا سنة إقرارية، فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبتت فيه البركة. لكن الرد مش يكون كده، الرد يا جماعة إنه هو بيقول لك تتبرك بالبرعي وتتبرك بالكباشي المجدوع في الجيل ده، تتبرك بهم. الدليل الصحابة تبركوا بالرسول، هسه ده دليل يصلح، دليل يصلح على جواز التبرك بالكباشي مثلا؟ ها هل الكباشي رسول الله؟ هل هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ ها ليس هو. ثم ان الصحابه لما تبركوا بالنبي عليه الصلاه والسلام ومات ما تبركوا باحد من الصحابه ولو كانوا الاكابر، ما تبركوا بابو بكر الصديق ولا تبركوا بعمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحه ولا الزبير ولا غيره، فدل ذلك على ان هذا الامر خاص بمنه؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما شاء الله طوالي بقى يتبركوا ببعض وماشيين كده. اما الجماعه اللي رموا مناديل في النعش بتاع ابن تيميه وفي الجنازه وقالوا اتبركوا بالخيط اللي كان رابطه الفيو ماده زيبق دواء للقمل، مش رابطه كمان حجاب. انه كثير قال دواء للقمل خلاص وميت الغسل وغيره، ده بعد وفاه ابن تيميه، ابن تيميه ما قال لهم اتبركوا به، هو ميت. وهو كان ينهى عن ذلك في حياته كما في كتبه المستفيضه اشد النهي. خلاص فده اللي حصل. زي زول صالح مات المراه ناحت عليه مثلا يعني، وهو منهاهم وكان بينهى عن هذا، لما ناحوا عليه هو ما عنده علاقه بالكلام ده طالما كان ينهى. نعم. فده ما دليل اصلا زول يقول لك يجوز التبرك. صاحب النصر العلمية عبد المحمود نور الدايم في باب التبرك جاب التبرك بالرسول وجوز به التبرك بالصوفية. شكيت تلقى ود المرين داك بتاع الهلالية ما ادي كراعه للناس، الناس يبوسوا في كراعه. انت رسول؟ ده رسول؟ ود المرين رسول؟ ما رسول، ولا البرعي ما رسول، ولا غيره ما رسول يا جماعة. عرفت الفرق؟ فما في دليل هنا أصلا. حتى الصحابة لما دار يتبركوا بشيء آخر قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، بعض الصحابة كان أسلموا حديثا كما لهم ذات أنواط. النبي قال شنو؟ الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بشدة وبقوة في هذا الأمر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد ورسوله. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.